بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في من نبينا وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وسرنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابي وأبنائي طلاب الصف الخامس مدرسة الفارابي. بإذن الله سبحانه وتعالى معنا درس جديد اليوم بعنوان سورة القيامة. اثنان، الدرس والآيات تلاوة وفهم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستمع إلى هذه التلاوة العطرة، ثم بعد ذلك نقوم بشرح الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. ننتقل إلى معاني الكلمات العاجلة: الحياة الدنيا ناضرة، مشرقة، مسرورة، باسرة، كاحلة، عابسة، فاقرة، مصيبة شديدة، التراقية، العظام التي في أعلى الصدر، من راق، من يداوي ويشفي من الموت، التفت الساق بالساق، التسقت الساقان ببعضهما عند الموت، المساق، المرجع والمنتهى، يتمطى، يمشي متكبرا، أولى لك، ويل لك أيها الكافر، سدى، مهملا بلا تكليف وحساب، فسوى، فجعل هيئة الإنسان حسنة. ننتقل بعد ذلك إلى شرح الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآيات: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقد بينت هذه الآية تعلق قلوبكم بلذات الدنيا العاجلة. يحدث الله سبحانه وتعالى الكافرين بأنهم تعلقت قلوبهم بلذات الدنيا العاجلة ولم تعملوا كما ينبغي للذات المؤجلة للآخرة.
ليس لها نظير في داركم، والسبب فقط هو الاستعجال وإيثار العاجل على الآجل، والاغترار بالدنيا وما فيها من نعيم زائف قليل مهما زاد وتنوع إذا ما قورنا بنعيم الآخرة. إذن استعجلوا الأمر وغرتهم الدنيا وغرهم نعيمها الزائف القليل، ونسوا نعيم الآخرة ونسوها ونسوا أن يقدموا إليها. أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره، أنكم تحبون العاجلة أي الدنيا وتسعون في تحصيلها وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع يعني دائما يحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم. فلذلك غفلتم عن الآخرة، غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار اللي هي دار الدنيا هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها الإنسان آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا وفضلتموها ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصاحبه. وعلى هذا فالناس يوم القيامة فريقان، هناك فريق عمل الآخرة وسعى لها سعيها واتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فعاش وهو يعلم أنه ميت وأن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة هي الباقية فعمل لها. وعلى هذا فالناس فريقان. إذن بينت الآيات الأول كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة، هناك أناس فضلوا الدنيا على الآخرة وعملوا لها وعملوا لذاتها وللذاتها وشهواتها، وطمعوا في نعيمها الزائل القليل، ونسوا الآخرة ونسوا نعيمها العظيم الأبدي. وهناك أيضا من عمل للآخرة وسعى لها وفعل الخيرات واتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن سيكون هناك يوم القيامة من الناس نوعان أو فريقان، فريقا شغلته الدنيا عن الآخرة، وهؤلاء يأتون يوم القيامة وجوههم عابسة مظلمة، وجوههم يعني حزينة مغتمة لما سيرونه في هذا اليوم من العذاب. هذا الفريق الأول. يبقى الفريق الأول حب الدنيا فشغلته عن الآخرة، وهؤلاء يأتون يوم القيامة وجوههم عابسة مظلمة أي حزينة مغتمة بما سيرونه من العذاب يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. هذا الصنف أو النوع الأول من الناس، من حب الدنيا وعمل لها ونسى الآخرة. أما الفريق الثاني، الفريق الآخر أو الصنف الثاني، فريق آثر الآخرة وعمل لها وسعى لها سعيها، فعلم في الدنيا أنه سيموت، لذلك اتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم، فعاش ويعلم أنه ميت وأن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة هي الباقية فعمل لها. لذلك هذا النوع وهذا الفريق من الناس يأتي يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة وجوههم مشرقة فرحة، تجد وجهه بشوش يضحك للنعيم الذي سوف يحصل عليه في هذا اليوم. إذن يوم القيامة عندنا نوعان من الناس، والسبب ذكرناه في الآيتين الأولتين
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا النوع الأول الذي فضل الحياة الدنيا ونعيمها الزائل عن الحياة الآخرة ونعيمها العظيم الباقي، فهذا أو هؤلاء يأتون يوم القيامة وجوههم عبسة مظلمة، والفريق الآخر الذي سعى للآخرة وعمل لها يأتون يوم القيامة ووجوههم مشرقة فرحة. ننتقل بعد ذلك إلى التذكير بالموت. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فيحدثنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، عن أحوال المتحضرين حين تبلغ الروح إلى حدود الرقاب إلى أعلى صدرنا، خلاص الروح بتخرج من الإنسان والأمر في ساعتها لا تنفع فيه كل أسباب الدنيا، لا طبيب يستطيع أن يعالج أو يداوي، فإذا جاء أجله وبلغت روحه أعلى الصدر لا يستطيع أحد شفاؤه أو إنقاذه من الموت، فلا طبيب ينقذ من الموت ولا حبيب يفدي من أحب، حينها لا تنفع رقية ولا يلفت ولا يفلت عبد من أصابع الموت، إنها لحظات الفراق المؤلمة التي تشتد فيها على الإنسان المصاعب، وتبدأ النفس تغادر الجسد الذي ألفته وتستعد للقاء الله ليجزيها عما قدمت. فلا بد نحن أن نتعظ ونقدم لهذا اليوم، أن نؤثر الآخرة على الحياة الدنيا ونفضلها، فعند مفارقة الجسد الروح للجسد وضع صعب لا يستطيع أحد علاجه ولا يستطيع طبيب أن يداوي، فإذا بلغت الروح الحناجر لا تنفع وقتها كل أسباب الدنيا، وقلنا أنها لحظات مؤلمة، لذلك يجب على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. وجب علي أن أتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، وجب علي التمسك بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وجب علي أن أقيم عباداتي وأدي فرائدي، وجب علي اجتناب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل شيء من أجل الآخرة، هذا ما يجب علي. لذلك يذكرنا الله سبحانه وتعالى بالموت دائما حتى لا ننسى الآخرة ونأثر عليها الحياة ونؤثر عليها الحياة الدنيا. ننتقل بعد ذلك إلى خلق الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. مما خلق الإنسان، تبدأ حياة الجنين في بطن أمه نطفة صغيرة ماء قليل، ثم علقة حتى يصير إنسانا سويا، ثم يكون له أولادا ذكورا وإناثا وإناثا. إذن تبدأ حياة الجنين في بطن أمه نطفة ماء قليل لا يرى بالعين المجرد، هذه النطفة تستمر في بطن الأم 40 يوما، وهو الطور الأول في مرحلة حياة الإنسان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى علقة، والعلقة أيضا تستمر حتى يصبح عمر الجنين 80 يوما، قطعة دم صغيرة هذه هي العلقة، ويستمر الجنين بقدرة الله سبحانه وتعالى حتى يخرج إلى هذه الحياة مكتمل الخلقة حسن الهيئة ذكرا أو أنثى. ومراحل نمو الإنسان
دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. إذن هذا ليذكرنا الله سبحانه وتعالى ممن خلقنا، من لا شيء، من عدم، من نطفة، ما قليل خلقنا الله سبحانه وتعالى. فهذه دلالة واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الروح إلى الجسد عند البعث أو في يوم القيامة، وأن الإنسان لن يترك مهملا بلا تكليف وحساب، فنموه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا يسير وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن الجميع سيحاسب، لابد أن نقدم لهذا اليوم، لابد أن نعمل الخير، لابد أن نسمع كلام الله سبحانه وتعالى ونطبقه، لابد أن نعمل للآخرة لأنها هي الباقية، لأنها هي الدار التي نعيش فيها أبدا. أما الدنيا فزائلة ونعيمها الصغير زائل أيضا، فلا بد أن نتعظ وأن نعلم أننا سنموت وأننا سنلاقي الله سبحانه وتعالى، وأن كل إنسان سيحاسب على أعماله. آخر شيء في الدرس، السؤال الختامي، وأرجو من أحبابي أن يجاوبوا عليه ثم يعرضوه على معلم المادة. السؤال بيقول، وجاوبنا عليه منذ قليل، ما الحجة التي يستند عليها الكافرين على إنكارهم للبعث؟ يعني ما الدليل بتاعهم على أنهم قالوا أنه لا يوجد يوم القيامة، لا يوجد ما يسمى بالبعث، لا يوجد ما يسمى بالبعث، لا يوجد ما يسمى برجوع الروح إلى الجسد؟ افهم السؤال جيدا، ما الحجة التي يستند عليها الكافرين على إنكارهم للبعث؟ إنكار يعني إعادة الروح للجسد مرة ثانية، هم قالوا يستحيل، لماذا؟ ما الحجة؟ ثم نرد عليهم ونفند تلك الشبهة. بما ترد عليهم؟ هذا هو السؤال الذي أنتظر منه الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى منكم عليه. إلى هنا ينتهي درسنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.